اهلا وسهلا حبايبي وصحابي، معاكم ندى علي خبيرة الابراج وعلم الفلك، هتكلم معاكم مع قناه بي ام جي. ما تنسوش قبل ما اتكلم على برج السرطان ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير ولايك للقناه. مواليد برج السرطان هيوصلك مبلغ مالي حلو جدا الفتره الجايه. البعض منكم ممكن يكون عنده دفع بعض الماليات، حاسس بخنقه وضيقه شديده جدا. البعض منكم الماضي بيحوم حواليه، يعني تجديد للبعض منكم من أسحار مش كويسة ليك يا برج السرطان. عندك كمين دفع مبلغ مالي رهيب جدا هيكشف لك بعض الناس من أعدائك. أول حاجة هنتكلم على المبلغ المالي اللي جاي لك يا برج السرطان. المبلغ المالي ده هيكون دين، انت مدين، يعني مدين ناس، يعني انت ليك مبلغ مالي عند ناس انت مدينهم وليك فلوس كتيرة قوي في السوق أو في حياتك عامة. عند ناس هتبتدي تسترد حقوقك المالية أو المبالغ المالية اللي عندك. تاني حاجة، عندك طفل عاملك مشاكل دايما ودايما في فجوة ما بينك ما بين الطفل ده. انت بتحب الطفل ده جدا وبتعزه جدا، ولكن الطفل ده عاملك مشاكل قوية جدا يا برج السرطان. الطفل ده هتدفع له مبلغ مالي الفترة الجاية هيكون المبلغ من 10. حد من اولادك هتدفع له مبلغ من 10 الفترة الجاية، ممكن يكون بعد العيد بامر الله يا برج السرطان. كمان البعض منكم هيحاول يديله مبلغ مالي في ايديه علشان يتصرف بيه، هيبقى ممكن اكتر من 10 كمان، ممكن هيبقى مثلا 10,000، ممكن يكون 11,000، ممكن يعني هو مبلغ من 10 او من 11 هيكون المبلغ ده هتدفعه لحد من اولادك. تعبك نفسيا وكمان عامل لك مشاكل نفسية قوية جدا، متسبب لك في مشاكل وانت مش عارف تخرج من الحالة دي او من الهموم اللي عندك. كمان في شخص مخادع، الشخص دوت هيكون في شغلك او في عملك، الشخص ده هيكون متكلم عليك بالسوء وتسبب لك في مشاكل قوية جدا وفي سمعة سيئة جدا الفترة اللي فاتت. الشخص دوت هتفوق من الكابوس ده وهيتكشف نواياه الفترة الجاية بامر الله من يوم من ايام العيد او من قبل ايام العيد لحد بعد العيد، وانت بتكشف اسرار وخبايا قوية جدا. في شخص بيتجسس عليك او على تليفونك، ممكن يكون من اهل البيت عندك او الشريك، في تجسس على تليفونك يا برج السرطان. كمان البعض منكم هيزول منه الهموم والمشاكل دي لمجرد ما يسافر لمكان او هيطلع بحر او هيروح مكان ساحلي او هياخد ولاده ويبتدي يروح لمكان جنبه فيه بحر او مكان ساحلي. هيروح بحر وهيغسل جسمه بمية البحر وهتبتدي تتفك منه كل المشاكل النفسية والمشاكل الاكتئاب اللي عنده. عندك سفر، البعض منكم عنده سفر داخل البلد اللي هو عايش فيها من محافظة لمحافظة، والسفر ده جاي من بعديه رزق بأمر الله. كمان الشريك دايما عنده إذا عامل لك إزعاج وعنده تعب أو مرض صحي بسبب الماضي. الماضي متسبب للشريك، الأسحار اللي كانت معمولة لك من الماضي كان حوالي السحر دوت كان من حوالي مثلا نقول 7 سنين أو حوالي 9 سنين. كمان من 9 سنين اتعمل لك السحر ده بالأذى بنفس الطايم ده وبيتجدد معاك تاني، ودوت بيخلي العلاقة اللي انت فيها مع الشريك في توتر. عندك سفر لأحد القرايب للخارج وعودته من الخارج بخير إن شاء الله، وكمان هو مش هيجيب لك حاجات حلوة قوي معايا، بس ايه يعني هيهديك الى حد ما وهيفرحك، ولكن مش بتلحق تفرح بسبب المشاكل العائلية اللي بتبقى فيها. البعض منكو عنده تغيير لحياته بالكامل، والبعض منكم كمان هيسكن في بيت جديد او عنده نقل من عتبة لعتبة جديدة بامر الله. هيجي لك نقلة لعتبة جديدة يا برج السرطان، ممكن لو ما جاتش السنة دي في نفس الطايم ده هتجي لك السنة الجاية بأمر الله يا مواليد برج السرطان. بعد مواليد برج السرطان عندكم دموع، البعض منكم بيعيط بالليل وهو نايم او حاسس بخنقة او ضيقة في صدره او حاسس بوجع وآلام في ظهره. عندك صداع نصفي بيجي لك يا مواليد برج السرطان وبتعيط وصوتك تعبان جدا، هتستلم ورق كويس جدا هيفرحك، الكلام ده هيكون بعد العيد بأمر الله، وكمان هتخلص إجراءات قانونية البعض منكم. فرحة من عند ربنا بأمر الله هتجي لك يا مواليد برج السرطان، ولكن البعض منكم هيبقى
بيسعى لشفاء مريض عنده في البيت، ممكن تكون انت او حد من الاسرة، الاهل، القرايب، هيكون عندك حد تعبان او مريض هتلجأ بيه للدكتور، وممكن يكون الشريك. البعض منكم هيلبس الذهب والالماس، خلاص البعض منكم عنده هيلبس ذهب وهيجيب فلوس يلبس بيها ذهب، او هيهادي الشريك بذهب، او هيغير تليفون، او هيحدث حاجات الكترونية جديدة، او ممكن لا ده ولا ده، ممكن يشتري ذهب يتاجر فيه، او ممكن يهادي حد الذهب، او ممكن يجيب بيت او عتبة جديدة في السر محدش يعرف عنها حاجة، ويبتدي يسدد في الاقساط بتاعتها. كمان بعض الناس من اهلك او من قرايبك احذر منهم، بتدعي عليه طول النهار يا مواليد برج السرطان، هيغرقوك، ولكن ربنا هو اللي هينجيك. الناس اللي هتغرقك دي او عامله لك السحر دول احرفهم من حرف الالف او من حرف العين او من حرف النون او من حرف الفاء والميم. بعض الناس دول او النون او الياء كمان، في ياء كمان في الاحرف اللي هتغرقك في مشاكل، خلي بالك واحذر منهم يا برج السرطان. كمان البعض منكم في شخص ظلمك واتكلم عليك وحش، وخلى مديرك ينقلك من مكان لمكان، او اتهمك بخيانة، او اتهمك بحاجة، او عمل لك حاجة اذيتك في شغلك، ولكن ربنا معاك وفي شخص روحاني متابعك على طول اول باول يا مواليد برج السرطان، والشخص الروحاني ده هينقذك وهيتكشف لك السحر اللي معمول لك، او الشخص اللي دن فيك في كلام في ظهرك، والشخص ده هو تسبب في مشاكل في عملك. في ناس بتتكلم عليك من ظهرك، احذر منهم يا برج السرطان، وبامر الله هيكشفوا لك ايام العيد دي، يا اما بعد العيد بامر الله هيكشفوا لك. بتجهز لسفرية مفاجأة لأماكن ساحلية أنت وأهلك والبعض من أهلك، وممكن ما تسافرش خلال الشهر دوت بسبب العيد، وممكن تسافر بعد العيد بأمر الله مع حد من أعز أصدقائك، وهيكون سفر موفق بأمر الله برج السرطان، ولكن الشخص اللي هتسافر معاه ده هيكون شخص هو شخص طيب جدا وحبوب وودود، ولكن هيستغلك شويه في شويه مصاريف وشويه فلوس، ولكن انت مش فارق معاك، انت فارق معاك الفسحه والتنزه، وفارق معاك ان الشخص ده يكون معاك. ممكن الشخص ده يكون حد من اهلك او من دمك او حد من اصحابك. اشوفكم على خير يا مواليد برج السرطان، ما تنسوش تعملوا مديتيشن للجسم عن طريق ميه البحر وغسل جسمكم في ميه البحر. كان معاكم ندى عادل.